عايزين ننور الدنيا. وهو ده اول ما قريت الورق قلت هو ده. كلمني اكتر عن الدور وعن الشخصيه اللي بتقدمها. هي الكاركتر اسمه دينا، يعني دينا شبه طبعا بنات كتير موجودة في المجتمع، ناسية نفسها، بتربي إخواتها، وهي اللي كانت مسؤولة من صغرها عن إخواتها، وبعد كده بقى إيه كل واحد شاف حياته وهي اللي فضلت، فجأة إن العمر جاري بيها وبنشوف بقى قصتها بقى في المسلسل. إيه بقى في نقط حسيتيها شبه حياتك في العمل كله؟ في شخصية أماني، أنا أسفة يعني اللي هو مش التطفل، في كلمة تانية اللي هي زي البجاحة كده أو البجاحة. البجاحة عند يعني ناس بيدوا نفسهم حق إن هم يسألوك أسئلة شخصية جدا أو يتطفلوا في حياتك بطريقة مستفزة جدا، وانت المفروض انك ترده، ده هما مدين نفسهم الحق ده، فده شيء صعب قوي. ده بيحصل لك امتى وتبقى ايه اكتر اسئله بتعصبك؟ بيحصل لي كتير قوي. يعني مش عارفه هو ده حاجه شخصيه قوي، بس اللي هو علشان جوزي سيناريستو كده، هو انت ليه بتشتغليش مع جوزك؟ يا جماعه احنا متفقين انا ممثله وهو سيناريست، فالناس عايزه تجيبني عشان انا ممثله مش عشان واسطه. كتير 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 بقالي سنوات. اعتبر السؤال منطقي حتى لو هو ممل من كترته، بس هو منطقي. فكرة اللي هو منطقي يعني الناس عايزة تشوف برضو لما عشان اما بقى نجمة بقى. اما بقى نجمة بقى يكتب لي بقى. لا بس هو ده اكتر يعني، لقوا بيتكرر من ناس عارفين يعني، فده كان اكتر حاجة بتستفزني يعني. طب ايه تاني ممكن يستفزك؟ في ايه؟ في الناس؟ الحياة عموما. لا الحياة ان الظلم، ان حد ما ياخدش حقه، بس في الاخر برجع كل الحاجات دي لربنا يعني، ده نصيب. انت حسيتي بده وانت ما خدتش حقك؟ لا الحمد لله، انا حاسه ان انا واخده حقي تالت ومتلت يعني، انا راضيه جدا صراحه، راضيه عن اللي انا فيه وراضيه عن الخطوات. اي نعم انا خريجه اكاديميه الفنون 2013، بس انا شايف وان كانت الناس رايها عكس ده انه خطواتي متاخره علشان ده ظلم وبتاع، لا انا شايفه انه انا في نضوج كده واحده واحده بيحصل علشان لما اجي اعمل حاجه اعمل حاجه صح. يعني معظم خريجين الاكاديميه اول ما يشوفوا تيك توكر او حد من الفيس او من اي مكان حتى خارج النقابه او خارج التمثيل مشهور ويجي يمثل يبتدي ارتكاريا كده بتحصل. لا بالعكس، ده فيه ده كلنا، وانا واحده منهم، كلنا بنحاول نعمل حاجه على تيك توك، قلنا نقلد، بس انا ما عرفتش اكمل لان ده مش انا. بس هي مش مشكله اللي بيعمل ده، بالعكس واحد عنده حاجه او بنت عندها حاجه بتضحكنا او لمت ناس عندها موهبه ما او طريقه ما اتلمينا حواليها، فالناس بقى المسؤولين يعني عن الانتاج والفن عموما هم حابين ده علشان يلم جمهور. هي مش مسؤوليتها هي او مش مسؤوليته هو اللي بيعمل ده، ده ابلكيشن او بلاتفورم يعني منتشر عند الناس كلها، وهي الناس اللي بتدخله بيوتها، هي مش مشكلته. هي شايفة ان الفن مش حكر على حد وان اي حد ممكن يمثل، ولا لازم يمر على الخطوات الشرعيه والقنوات الشرعيه؟ هو انا شايفه ان التمثيل نفسه اتظلم، التمثيل نفسه بجد مظلوم، انه اي حد ينفع يمثل، اي حد يقول له يعمل اي مشهد هيمثل، المجرم في المحكمه بيمثل، الست الام ممكن تمثل على اولادها عادي يعني عشان طريقه من طرق التربيه، فالتمثيل نفسه مظلوم، الفن نفسه كارت احنا بندرسه مش هو ده. ده اللي يصعب عليا، انه الفن يفضل ماشي ماشي الى ان يصل لمستوى مش لطيف، لكن اي حد ممكن يمثل، بس اي حد فاهم، اي حد دارس، اي حد عارف الفروق، اي حد عارف العصور، اي حد عارف المدارس، عارف الالوان، عارف الحاجات اللي احنا درسناها عموما. اصل احنا عندنا في الاكاديميه مش درسنا بس بنمثل ازاي او مسرح ازاي، لا احنا درسنا علم جمال، درسنا فولكلور، درسنا خدنا عربي وانجليش، وخدنا تعبير بقى بس قصص قصيره، خدنا علم نفس، لا درسنا حاجات كتير. ده اللي يصعب عليك انه تبص بره المستوى بره يعني، لو بصينا زي على نتفليكس او حاجات كده، لا المستوى بيبقى باين فارق، ده اللي يصعب عليا، لكن اي حد ينفع مثلا.